السلام عليكم مشاهدينا ومرحبا بكم في عدد جديد من صريح جدا. اليوم رانا متواجدين في ولاية البويرة باش نشوفوا آراء المواطنين حول مترشح محمد هادف رئيس التجمع الوطني للأمل. تابعونا. أنا مشي سكلا يعني نحوسوا كيف نخرجوا بلادنا من هذه الحالة اللي راه فيها. نرجو تزويد المستشفيات الجنوب بالأطباء الأخصائيين والوسائل الحديثة، فلكم أن تتخيلوا حجم المعاناة سيد الرئيس في قطع كيلومترات مع المتاعب المالية والصحية للمريض من الجلفة باش يوصل للزهر، يعطوا له رونديفو ويبقى في الذهاب والإياب إلى أن يموت في بوغازول. كل ريجيو أن أوبيتال ستاتيو تاعه انترناسيونال، ما كاش أن أوبيتال انترناسيونال هنا في البلاد اللي أنا فيها. يا با جاستا باب جانتو كومونسي توت أليغ لا باغار كي كومونس. ماشي كيسيو هضره شاعر، هضره ستيلو نعمرون نكتبو. ايه انا نعمر، انا قادر نعمر مستشفى دولي، ملاعب دوليه، نجيبو كوب دي مون، ندير كل شيء، بصح ماشي غير ضربو خلاص. ما نعرفوش كاع الانسان هذا، خاطيني سياسه والله ما نعرفو كاع هذا السيد. انا ما سمعتش كاع فيه، لا بروميير فوا نسمع به. ما نسمعوش به على كل حال. ويا بين شكون يديها؟ ما نسمعش به، هذا اللي راك تحكي عليه والله العظيم. مشكتش كان واحد يدير مستشفى في كل ولايه. شو جميع واحد اللي ترشح لرئاسيات معه ممكن بو تفليقه. الحمد لله درنا بزاف صوالح ملاح، مي هذا الله اعلم ما نعرف واش ممكن. خويا هو رشح روحه واللي يعرفوه ويحبوه يفوتوا عليه، هذا ما كان. ويا خويا ربي يعاونهم. انا ما عرفتوش، ما نقولكش لا شكون هذا محمد. هذا شكون محمد؟ الجنرال توفيق. لا محمد هادف. هادف ما نعرفوش اخويا، وين نعرفو انا محمد؟ والله ما نكذب عليك. قال هو لو كان انا نولي رئيس جمهوريه ندير في كل ولايه ندير مستشفى دولي. الله اعلم اخويا، الله اعلم. يكذبوك كيما تقول لك، راهم يكذبوا كاع. كي يحكم كرسي يدير رايو ويعمر حبابه. واحد نمنا ما قال لك انا نترشح، واحد يبيع البطاطا يترشح، المصو يترشح. هذا ما كاش منها اصلا، ما كاش منها، حبوا يدوا الكراسه باطل. هذا خصنا جميعا دورو انترناسيونال. كاش واحد هضره، ماشي حنا ولادنا يمشيو يقراو، الخارجيين يجيو يقراو لهنا. مستحيل هذه امبوسيبل يديرها. سي بيرمي دو ريفي، مي il faut vraiment concrétiser le. Il faut vraiment concrétiser ça sur le terrain. On peut rêver, c'est tout le monde qui dit ça. Al-Khadar يقول لك نبني جامعة. J'ai pas eu l'occasion de voir شكون هذا، ما نعرفوش exactement. Mais bon, c'est tout le monde qui dit ça. خاطر نقراو في الميس، وخاطر نقراو في الإقامة الجامعية، كون نهار وين؟ ما عندناش كلايس. ما عندناش كلايس. والجامعة الفوق مازال ما تفتحت. احنا رانا محقورين هنا، ما نظنش يجيبوا من دول أخرى. هما ما يقبلوش يجوا يقراو في الجزائر. ساكي تقول ان رو انترناسيونال سا با دير عندنا دي غران يونيفرسيتي حقا، مي ما عندهاش ان رو انترناسيونال. لا والله ما نعرفوا واش يكون هذا، خلاص مترشحين قاعد تقريبا ما نعرفهمش. علاش؟ ها؟ ما يشتبه في السياسه وما يديروا والو اون جينيرال كومبليتمون. صح. وما عنديش ثقه فيهم. قول لي واحد له دور وين يقيسني في الرجوله نتاعي. انت ما سمعت به؟ بلوس دو سام انا سمعت فيها معترفين كاع بالانتخابات هذو. انا ثاني نلعب كرة القدم جوار، راني حاب نترشح، ما لقيتش كيفاش ندير باش نترشح، خاطر انا عندي مصو جاري ثاني وحاب يترشح. ما فهمنا والو، تزاير ولات لعبة اخويا. يا خويا هاك خويا، ما تقلقش. رحمة يا نورمالمون هادو المترشحين راه كل واحد شغل، راه مترشحين كاين بزاف المترشحين، فايته 70 واحد ولا، وكل واحد راه معروف. عندنا فيرسيو، واحد يقول لك نمت منها مو كاع، واحد يقول لك ما بيش وشنو ندير لي ستاد، واحد يقول لك كل واحد مشهور. هذا باه مشهور، واش عنده الكود نتاعو ولا الفيرسيو ولا هذا؟ قال لهم في كل ولايه ندير مستشفى دولي. وهذا شغل سبيساليتي صحه، هكذا كي يترشح ولا يكون يدير حقيبه تاع وزاره الصحه وكاع، وبركه من الرئاسيات، بيسك الرئاسيات حاجه كبيره عليه. اللي يجي يكون يهضر على روحه ويقول لك انا ندير 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 الوقت اللي يوصل سيبو. اسكو كاين الحل ولا ما كاش؟ مش يكون هذا محمد هادف رئاسيات اللي فاتوا. تسقسي تقول شكون اللي ترشح العام هذا؟ تسقسي تقول لك شكون اللي ما ترشحش العام هذا؟ 160 واحد ترشحوا، شكون اللي ما تفوطي يا اخي؟ تعيو تدرفت في الورقه، انا ما فوطيش.
واش من هبه ودبه يرشح روحه الرئاسيات، والله غير عيب، حاجه عيبه على بالك. وشكون هذا محمد هادف هذا؟ واش راه صاير على بالك؟ ما سيفو سيفو، واش راه صاير كاع؟ اسمي اسم محمد هدف، ما نعرفوش. الشعب الجزائر اون جينيرال ني با انتيريسي بار لي زيليكسيون هادو، بيسك مسخير ما كاش منها. زعما بريزيدون درك بوتفليقه هو اللي حاكم، ما كاش منها. يا ان بوفوار بلو كرون كو سا سي. خويا حنا ما يهمناش كل اللي يترشح، خويا حنا يهمنا اللي يخدم البلاد هذه. باسكو لو كان تقول لي انت 48 مستشفى دولي وجامعه دوليه، خويا حنا همنا الخدم. انا كي تقول لي 48 وراها ريزولتا، باسكو اللي قبلوه هضروا واللي موراه راح يهضروا، حنا يهمنا وراه اللي يخدم. لا بغى يجيبوه لنا ملاشين، المهم يخدم لنا البلاد. خويا حنا هذا واش نحوس. معروف الدكتور محمد هذا استاذ جامعي وشخص مثقف وشاب، يعني من الستينات، مواليد الستينات. نتمناو شخص كيما هذا. علاش يقدر؟ ما كاينش معناها ما يديروهاش وخاطيهم. لاخاطش كاع يديروا هكذا باه يترشحوا باه الناس تولي معاهم. بعد ما كانوا الشكاره هذا كيفاش؟ الشكاره ما سميهاش الحركه الوطنيه الامل، كنت تسميها حركه وطنيه تاع الحرب. ما كاش من هذا باش يدير الحمله تاعو باش الناس يكونوا معاه، ما كاين والو. وحنا رانا مع السيد بوتفليقه. شحال هو عنده حاكمنا، ما شفناش جديد غير اختلاسات، والدوله راه تخسر في دراهم، ما على بالناش كامل وين راه يروح. لا 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 لا، مازال مازال وليدي مازال. حنا خلونا بوتفليقه في البلاد، ما تبدلونا بوتفليقه ما والو. بيسكي كافا خير ودرنا كل سلونج اللي ما كانت عنده طوموبيل ولا عنده طوموبيل، الدنيا كاع ولات لاباس بها، غير خلو بوتفليقه يكمل. حنا ما نعرفوش وما نحبوش. حب وحب. كيفاش خويا؟ تحب وحب. واش نحبو فيها يا الاخ؟ يا الاخ بلاد ما يصلحش، واش تحب فيها؟ او عاب يحكمها على جال دراهم، يدير تاوي لولادو وتربح. سمعناش كاع بها هذا حنا، وجامي لحقني هذا الخبر تاع الهادف هذا. سمعت بهذاك الفلاح هذاك ولا ماشي يخدم قال فيك يا هذاك، وكاين النكاز هذاك ما بايش بزاف هكذا اللي سمعنا بهم. صح هذا هادف ما جام هذا. لو يقول لك اودي بارك الله بوتفليقة، صح بارك الله فيه، دار لهم سياسه التجويع، كاين تاع السكر والزيت، قال لهم باش يسكتهم عطاهم لونساج. بصح دار لهم عفساسين راه خدم لهم الحبس كبار منه ومن هذو اللي عطى لهم لونساج يلهمهم كاع، ينقص النسمه. 130 مليار دولار ومازال نسخنوا على العرعار والتيوقات على البحار. كذب لي مونسونج. ما كانش البترول، ما كانش الغاز، ما كانش 200 مليون دو دولار، مليار دو دولار، ما كانش العلم، كاين رجال ونساء. ماكش اللي يعرفوا هذا صاحبنا، هذا حبوا بالك يكريوه ويديروا به اسم كيما راهم الاولين، والبلاد هذه ناسها رحلوا. الاولين اللي خدموها ماتوا قارهم تحت التراب، واللي مازالوا قارهم عايشين ومطفره في الزوالي. انا نشوفه في كيفه الدار ولات 1 مليار صاحبي، هاك معايا. الخدمه ما كاش، جان في عمرو 26 ما عندوش واش يدير في البلاد هذه. كي يعطيك 10 مليون في الشهر ما تقدرش تشري ابارتومون، صافي عيش، دير سوايع، دير نواظر، دير واش تحب، المهم باش دير التاوي ننسى يا اخو. ما نسمعوش بها حنا خويا، عرفوا بوتفليقه بن فليس مترشحين يكونوا لاباس. دوك هادو شغل اراني بتاع السباق هادو ما نعرفوهمش حنا. كاين اللي جاي من فرنسا يقول لك شكاره حليب دير دي دينار، واش يعرف البلاد هذه باش يحكمها خويا؟ وهادو شغل لعيبات داروهم باش بوتفليقه يبقى في الحكم. اراني بسباق لازم ما يكونش وحده مترشح، يكونوا معاه عباد وخلاص خويا. ما كان والو في البلاد هذه خويا، شو ما شفتنا ما كان والو خويا. يعرفونا غير يوم الانتخاب، فلان فوطي وفلان فوطي، هاك كارطه وروح فوطي. ابار سا والله ما نشوفوهم، والله ما نسمعوا بهم. سمعت كل ربع سنين هاك فوطي فوطي فوطي، ابار سا والله ما انا سامعين بهم. وهنا في معاناه وسوفرونس كبيره، والله ما كاين لا مسؤوليه، لا مسؤولين لهم يحزنون ولا اذان صاغيه. صح سمعت ولا اذان صاغيه. وانا كمواطن جزائري ما نفوطيش، بكل صراحه ما نفوطيش ما نفوطيش ما نفوطيش، ما كاينه لي حتى واحد. من بكري في لاميزار، زايد في لاميزار تربيت فيها ونعيش فيها ونموت فيها، وما يطمع فيها حتى واحد ابار ربي سبحانه. انا عرفاش انا هذا محمد هدف، انا نتمنى له يماركي هدف في الرئاسيات هذه. هذا ما كان صح اخويا، انا جامي فوطيت وما نفوطيش عليهم هذا. شكرا شكرا شكرا. وتهما سياسه نبيله هذيك هي.
الشهريات.